الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. اليوم تحدثنا على موضوع عنيفيات طبية خطيرة المدفونة في منطقة فلاحية قائمة في ولاية أنيابل، بين بالتحديد بين معتمديه قربة وبني خلاد. المنطقة الفلاحية هذه وقع ردم فيها العديد من النفايات الطبية دون معالجة. كيفاش بدأ الموضوع؟ احنا الموضوع تبعناه عنا عامين منذ سنة 2021 بالتحديد، حيث بلغنا في مصدر الرقابة أنه قيام شركة، معناها شركة مختصة في جمع النفايات ومعالجتها، وقع إعادة ترخيص لها بعد أن تم سحب الترخيص منها منذ سنة 2019. أبرز التعطيلات احنا تطرقنا لها في الندوة هذه هي النفاذ المعلومة والبطء في معناها بعض الجهات المعنية وبعض الوزارات المعنية معناها في الرد على هذه النفاذ، وأيضا في كما قلنا في الرد على هذه هذا النفاذ وعلى المجموعة على تسهيل مهمتكم. نعم، وعلى التسهيل معناها المهم والحصول على المعلومة للقيام ببقية الإجراءات معناها القائمة، ممكن إجراءات وبعض الملفات اللي نطلبوها وبعض المعلومات اللي نطلبوها نوصلوها إلى القضاء. هي برشا عندها امتداد يومين تسلط الضوء على الفساد. احنا اليوم في بلوتين نظمنا ورشة على الفساد البيئي في تونس مع الكاب جي سي والفونداشن فريدريش مامان للحريات في تونس. علاش اليوم احنا نحكي على الفساد البيئي؟ خاطر عادة كيف نحكي على الفساد المالي نحكي على الفساد القضائي نحكي على الفساد الإداري، قليل برشا من نحكي على الفساد البيئي. وقت اللي احنا اليوم نجبوا القضاء نتاع الفساد كنبرشوا شوية نلقاو اللي فما فيها جانب بيئي مهم. زيد علاش؟ خاطر البيئة اليوم مهمة ومسألة أساسية في الحياة نتاع المواطنين التونسي الكل، واللي هي العمود الفقري اللي تقوم عليه البلاد. دونك هو كان يتنسى راهو البلاد كاملة يتشال، وراهو اليوم قاعدة تصير تجاوزات كبيرة في المجال البيئي في تونس. وأهم حاجة أكثر نقطة أحكيو عليها البانيليست اليوم معانا هي مسألة النفاذ إلى المعلومة ومسألة تطبيق القوانين. اليوم معنا قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة اللي مش قاعد يطبق، مش قاعد المؤسسات الحكومية مش قاعدين يجاوبوا على مطالب النفاذ المعلومة، وإحنا من غير معلومات ما نجموش حتى نقاوموا، ما نجموش نعملوا ملف فساد، ما نجموش نقاوموا الفاسدين هذوما. وفما الجانب الثاني هو تطبيق القانون، اللي فما أحكام اليوم قضائية تخرج باش باكزامبل تسكير مصب في عقارب الحكم القضائي خرج عنده سنين ما طبق كان عام 2021، وهي واحد من الأمثلة نتاع الأحكام القضائية اللي يخرجوا اليوم في تونس بخصوص قضايا بيئية من بعد ما يطبق. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.